بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من النيورو اناتومي اللي هنتكلم فيه عن الانترنال ستراكشرز اوف ذا سي ان اس اوف ذا برين اند سباينال كورد. نفتح البرين والسباينال كورد وندخل ونشوف ايه اللي جواهم. نبتدي بالسباينال كورد اولا، نشوف فيه الانترنال ستراكشرز بتاعته. من خلال هذا السكشن وهو ترانسفيرس سكشن اكروس اني سيجمنت اوف ذا سباينال كورد، لقينا من الداخل بيتكون من جزئين اتنين. اوتر هويت مطر تحتوي على المايلينيتد نيرف فايبر واخد البريفري اوف ذا سباينال كورد. اما بداخل السباينال كورد فكانت الانر ماس مكونة من جري مطر وهي تجمع للنيرف سيلز. هذه الجري مطر كانت تحتوي على السنترال كانال. هنبتدي نتكلم على كل مطر من الاثنين تفصيلا. نبتدي بالجري مطر. زي ما احنا شايفين في الرسم ده كان من خلال القطاع، ده كان الانتيريور ميديان سبتم في الامام، يبقى ده الانتيريور دايركشن. كان هينظروا من الخلف، ده الانتيريور ميديان سالكس عفوا، ينظروا من الخلف البوستيريور ميديان سبتم. كان الانر ماس زي ما احنا قلنا اوف ذا سباينال كورد هي الجري مطر. فهذه الجري مطر مكونه من تو سنترال ماسز كونكتد توجذر ات ذا ميدل لاين باي اباند اوف جري كوميشر، هي اللي بداخلها السنترال كانال. هذه الجري مطر كان شكلها اتش شيبد وكان لها 3 هورنز، كل ماس تحتوي على 3 هورنز. بوستيريور هورن او يقولوا عليه الدورسال هورن، انتيريور هورن يقولوا عليه الفنترال هورن، ولاترال هورن. دي كانت الثري هورنز اوف ذا جري ماتر اوف ذا سباينال كورد. اما الهويه ماتر اوف ذا سباينال كورد فكانت عباره عن تو بريفرال ماسز، واحده رايت والاخرى كانت ليفت. كونكتد توجذر اولسو ات ذا ميدل لاين، او زي ما كانت الجري ماتر كونكتد ات ذا ميدل لاين باي جري كوميشر، هنجد الهوايت ماتر از كونكتد ات ذا ميدل لاين بكوميشر اخرى يسموها الهوايت كوميشر. زي ما الجري ماتر اتقسمت لثري هورنز، هنا الهوايت ماتر ايضا تتقسم الى ثري كولمز، كولم بوستيريور وكولم لاترال وكولم انتيريور. كل كولم كان واخد شكل الفانل فيقولوا عليه فانيكولاس، يبقى الفانيكولاس هو الكولم. ففي عند البوستيريور اللي هو الدورسال فانيكولاس، واللاترال كولم هو اللاترال فانيكولاس، والانتيريور كولم هو الفنترال فانيكولاس. كل كولم من الثلاثة، كل فانيكولاس من الثلاثة تحتوي على جروبس اوف اسندنج اند ديسندنج تراكتس. نبتدي اولا نتكلم على تفصيلات الانباء، نتكلم في تفصيل الانباء على الانترنال ستراكشر اوف ذا جري ماتر اللي هي مركز تجمع النيرف سيلز في السباينال كورد. من خلال هذا القطاع ده سيكشن اكروس ذا سباينال كورد موضح فيه انواع النيوكلياي الموجودة في الجري مطر. نبتدي اولا بالدورسال او البوستيريور هورن اللي هنسميه سنسوري هورن. فيوجد بالجري مطر تجمع للسنسوري نيوكلياي، اول واحدة اللي هي ايه، هيسموها سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي. النيوكلاس التانية السنسوري الموجودة في الدورسال هورن، اللي موجودة في البوستيريور هورن اقصد، اسمها نيوكلياس بروبرياس او المين سنسوري نيوكلياس. اما النيوكلياس الثالثة الموجودة في البوستيريور هورن اللي هو الدورسال هورن اللي هو السنسوري هورن، كانت النيوكلياس الثالثة
اسمها نيوكليوس دورساليس او كلاركس نيوكليوس او كلاركس كولوم. دول التلاتة نيوكلياي اللي هي موجودة في البوستيريور هورن. وكلمة نيوكليوس يعني في السي ان اس احنا عندنا الاستراكشرال يونت زي ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده هي النيرف سيل، دي الاستراكشرال والفانكشنال يونت. النيرف سيل لما تتجمع مع نيرف سيل شكلها وتؤدي نفس الوظيفة بتاعتها، اكتر من نيرف سيلز، مجموعة من النيرف سيلز تؤدي نفس الوظيفة وتحتل نفس المكان، يقولوا عليها نيوكليوس او سنتر. تجمع النيوكلياي مع بعض بيؤدي نفس الوظيفة هيكونوا ما يعرف باسم الاريا، وتجمع الارياز مع بعض هيكونوا جيرس، والجيرس مع الجيرس يكونوا لوبيول، واللوبيول مع لوبيول يكون لوب، واللوب مع لوب يكون هيمسفير. ده كلام ده خدناه في البرين. هنا تجمع اكتر من نيرف سيلز مع بعض هيكونوا نيوكلياس تؤدي ايه؟ تؤدي نفس الوظيفة. طيب اذا جينا خدنا الهورن التاني من الجري ماتر اللي هو الانتيريور هورن اللي هو الفنترال هورن اللي وظيفته موتور اكتيفيتي، هذا الهورن اللي هو الهورن رقم 2 الانتيريور هورن يوجد فيه ايضا ثلاث مجموعات من النيوكلياي. المجموعة الاولى اللي انا عملتها بالاحمر هي الميديال جروب، المجموعة التانية اسمها لاترال جروب، والمجموعة التالتة السنترال جروب. الفنترال جروب هما اتنين، واحدة فنترال واحدة دورسال، يبقى عندي فنترو ميديال ودورسو ميديال. اما اللاترال جروب اوف نيوكلياي انا عندي مجموعة هما اتنين، مجموعة يعني في عندي فنترال فنترو لاترال وفي عندي دورسو لاترال، والسنترال ديت واحدة. طبعا احنا نعرف تفصيل الوظائف بتاعت كل واحدة فيهم من خلال الفيديوهات اللي جاية. اما اللاترال هورن اللي هو الانترميديات هورن اللي هو الاوتونوميك هورن، فهي بيحتوي على مجموعتين من النيوكلياي، مجموعة لاترال ومجموعة ميديال، فيسموها انترميديو ميديال وانترميديو لاترال. ده كان الشكل العام لتوزيع النيوكلياي بداخل الجري مطر of the spinal cord. طيب تعالوا نشوف وظيفة كل نيوكلياس من هذه النيوكلياي. نبتدي اولا بالسبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي، اول واحدة، اول نيوكلياس موجودة في التب of the posterior horn اللي اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا اوفرولاندي، دي موجودة عند التب او الابيكس اوف ذا بوستيريور هورن. دي وظيفتها هي تلقي احساس الالم والحرارة، يبقى concerned with receiving of pain and temperature sensation. ديت النيوكلاس الاولانية. النيوكلاس التانية اللي لونها بيج ديت اللي هي اسمها main sensory nucleus او nucleus proprius، دي موجودة في الميدل بارت اوف ذا بوستيريور هورن، وهي مختصة ب receiving special type of sensation هو الكرود touch. كرود يعني simple touch، يعني light touch، اللمس الخام البسيط. ده مركزه في spinal cord وهذه النيوكلياس اللي اسمها main sensory nucleus. اما النيوكلياس التالتة اللي موجودة في البيز of the posterior horn واللي كان اسمها nucleus dorsalis او clark's nucleus، ديت كانت وظيفتها هي receiving the proprioceptive sensation. ديت كانت النيوكلياي الثلاثة الموجودة في البوستيريور هورن. طب ماذا عن النيوكلياي الموجودة في الانتيريور هورن اللي هي الموتور هورن؟ دي الأولانية بتاعت البوستيريور هورن كانت receive sensation، أما النيوكلياي اللي في الانتيريور هورن دي كانت give the motor orders، خاصة بإرسال الإشارات العصبية الحركية اللي جايلها من فوق، جايلها من السريبرم. احنا كنا قلنا في عندي ثلاث مجموعات من النيوكلياي، المجموعة الميديال اللي اسمها ميديال جروب اللي هي الفنتروميديال والدورسوميديال، دي كانت موجودة فين؟ موجودة في الفنترال هورن بس ميديال قريبة من الميدل لاين، تمام. دي خاصة بإرسال ايه؟ ديت كونسيرند
دي موجوده في كل الليفلز طبعا اوف ذا سباينال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد. ديت كونسرتد ويز سيندنج ويز بروجكتنج ذا موتور امبلسز سبلاينج ذا ماسلز اوف ذا اكزيال سكيلتون الماسلز بتاعه الترنك. اما اللاترال جروب بشقيها الفنترولاترال و الدورسو لاترال دي كانت concerned with sending motor impulses supplying the muscles of the periphery muscle of the limbs. يعني نقول الميديال تحرك المسلز اللي في الميديال بتاعت الاجزاء السكيلتون واللاترال تحرك المسل بتاعت البريفري اللي هي المسلز اوف ذا limbs. اما السنترال جروب فدي كانت مختصه بانها sending the motor impulses traveling across the phrenic nerve and accessory nerve. phrenic nerve يعني دي اللي هتحرك الديافرام والاكسسوري اللي هتحرك الاسترنوماستويد والترابيزيوس. اما بخصوص المجموعه الثالثه اللي موجوده في اللاترال هور اللي هو الانترميديو ميديال والانترميديو لاترال دي كانت خاصه بارسال او خاصه بالاوتونوميك اكتيفيتي. دي موجوده في اللاترال هورن بس مش في كل الليفلز، يعني في الليفل من ثوراسيك واحد لحد لمبر اتنين المجموعات دي كانت مختصة موجودة في هذه الأماكن ومختصة بالسيمباثيتك اكتيفيتي، بينما في سكرال اتنين وتلاتة واربعة كان مختصة بالباراسيمباثيتك اكتيفيتي. طيب الأكسونز اللي شايلة الأوردرز المختصة بالسيمباثيتك أو الباراسيمباثيتك هتمشي ازاي؟ بالنسبة للسيمباثيتك اكتيفيتي كانت الأكسونز بتاعت النيرف فايبرز هتمشي مع الكورسبوندنج يعني تسافر مع الكورسبوندنج سباينال نيرف واخيرا تلتحق مع الكورسبوندنج سمباثيتك جانجليا، وبعد ما تطلع من الجانجليا تركب اقرب ارتري وتروح معاه للتارجت اورجان. اما بالنسبه للباراسمباثيتك فكانت الاكسونز بتاعتها هتسافر تركب السباينال نيرف لحد ما توصل للجانجليا، ومن الجانجليا هتطلع منها مباشرة على التارجت أورجان. ده كان توزيعة النيوكلياي في الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد. اما الهوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد هنتعرض لها من خلال هذا السكشن. هذا السكشن احنا شفنا فيه الانتيريور ميديان فيشر يقابله من وراء البوستيريور ميديان سالكاس، ده فيشر من قدام وسبتم من الخلف، وكان عندي تو سالكاي على سايتس انترولاترال وبوسترولاترال سالكاي. كان وجود هذا الفيشر وهذا السبتم وهذان التو سالكاي كانوا بيقسمهم الهوايه مطر بالاشتراك مع الدورسال هورن والفنترال هورن كانوا بيقسموا الهوايه مطر الى 3 كولمز. كل كولم كان في صورة فانيكولاس، فانيكولاس جاي من فانل وفانل يعني قمع، يعني بدل ما هو كولم سلندريكال لا كولم فانيكولاس شكله شكل عمود قمعي الشكل. الهواية ماتر اوف ذا سباينال كورد المنقسمة الى 3 كولمز او 3 فانيكولاي كانوا كالتالي، انا عندي كولم او فانيكولاس دورسال وفانيكولاس لاترال وفانيكولاس ميديال. بالنسبة لي الدورسال فانيكولاس اللي هو البوستيريور كولم ده lies between the posterior median septum والبوستيريور او الدورسال هورن of the gray matter. بالنسبة لهذا الفانيكولاس بالنسبة لهذا الكولم فكان يحتوي فقط على ascending tracts، علشان كده سموه السنسوري فانيكولاس. يبقى الدورسال فانيكولاس ده بيور سنسوري بيحتوي على ascending tracts فقط. اما بالنسبه للاترال فانيكولاس، لاترال فانيكولاس اوف ذا او لاترال كولم اوف ذا هوايت ماتر فكان يقع بين الدورسال اللي هو البوستيريور هورن من الباك ومين، مش قادر اقول الفنترال هورن لان الفنترال هورن اوف ذا جري ماتر كان قصير، انما مين اللي هيكمل مكانه؟ الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف هو اللي طالع من هذا المكان. فهنجد اللاترال فانيكولاس كان محدود من الخلف بالدورسال هورن ومحدود بالامام بالفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف
ده كان من الامام. يحتوي اللاترال فانيكولاس على ميكسينج تراكتس، يعني جزء من التراكتس كان اسيننج وجزء اخر كان ديسيننج، يعني جزء سنسوري وجزء موتور. اما بالنسبه للفنترال كولوم او الفنترال فانيكولاس او الانتيريور كولوم، يعني ده كان قاعد بتوين مين؟ الانتيريور ميديان فيشر من الميديال سايد، ومن هنا مش قادر اقول طبعا الفنترال هورن، انما مين؟ انما الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف. يحتوي ايضا في معظمه على ديسندنج تراكتس، الا اننا ممكن نجد بعض من الاسندنج تراكتس موجوده بداخله. اذا انا عندي ثلاثه فانيكولاي، ثلاثه كولومز من الهوايه مطر، هي مسار للتراكتس. الدورسال فانيكولاس ده كان بيور ascending، اللاترال فانيكولاس ده كان ميكسينج شويه ascending وشويه descending tracts، اما الفنترال فانيكولاس الانتيريور كولوم ده كان معظمه غالبه هو descending tracts باستثناء بعض الاجزاء تعدي فيها ascending tracts. طيب تعالوا نشوف انواع التراكتس اللي ماشيه في السباينال كورد. بيمشي في السباينال كورد نوعين من التراكتس، شورت تراكتس ولونج تراكتس. اللونج تراكتس هي اللي هتهمني، جزء منها كان ascending يعني سنسوري، والجزء الاخر كان descending يعني موتور. بالنسبة للascending تراكتس، طب تراكت يعني ايه؟ مش انا قبل ما اشرح التراكت نتكلم عليه نفهم يعني ايه تراكت؟ اسمعوني كويس. تراكت يعني جروب اوف نيرف فايبرز ماشية مع بعضها شايلة نفس السنسيشن. السنسيشن التراكت سواء كان ascending او descending، يعني ascending تراكت تبقى sensation، descending تراكت تبقى motor. بالنسبة لي السنسيشن على سبيل المثال بيمشي في نيرف فايبر معين، النيرف فايبر ده هيمشي مع نيرف فايبر جاره والتاني والتالت والرابع، وعشرات الالاف من النيرف فايبر تمشي في حزمة يسموها التراكت. اذا التراكت دي حزمة الياف عصبية شايلة نفس السنسيشن او وماشية في نفس المكان. التراكت لما تتجمع مع تراكت تانية جنبها مش ضروري تأدي نفس الوظيفة، انها ماشية جارتها بتكون ما يعرف باسم الليمنسكس. يبقى تراكت مع تراكت تعمل ليمنسكس، ولمنسكس مع ليمنسكس هتعمل البيدنكل. ده كان ترتيب الالياف العصبيه بداخل السي ان اس. فهنا التراكتس احنا قلنا اللونج تراكتس كانت متقسمه الى اسندنج وديسندنج. الاسندنج كانت سنسوري يعني شايله سنسوري امبلسز، بالنسبه للديسندنج تراكتس كانت موتور يعني شايله موتور اوردرز. طيب الاسندنج تراكتس هرجع اقسمها لقسمين اتنين، القسم الاخر هو الكونشيوس سنسيشن، السنسيشن وانا صاحي وواعي. فهنجد ان في عندي اربعه تراكتس بتشيل الكونشيوس سنسيشن، اللي هم الجراسيل تراكت والكونييت تراكت واللاترال سباينو سلاميك تراكت والفنترال سباينو سلاميك تراكت. دي التراكتس شايله كونشيوس سنسيشن. النوع الثاني من الاسندنج تراكتس شايل انكونشيوس سنسيشن، وهو دورسال سباينو سيربيلر، فنترال سباينو سيربيلر، سباينو اوليفري، وسباينو تكتل. معلش يا شباب انتوا تتعبوا شويه في حفظ الاسماء، لكن بعد ذلك انا اوعدكم المساله هتبقى سهله جدا. احنا بنحفظ يعني ايه عناوين دلوقتي، مدلول كل واحد فيهم ومفهومه ومعناه، ده اللي مع الوقت احنا يعني ايه هيبقى بالنسبه لنا امر سهل. واعرفكم حاجه، ان الطفل هو بيتعلم، اي انسان هو بيتعلم الشيء الجديد بيبقى اولا بيتعلمه كاسم ثم بيتعلمه بعد ذلك كمعنى. يعني الطفل لما بيتعرف على ابويه بيعرف ان ده بابا او دي ماما، ومع الوقت يعرف ان معنى بابا او ماما هو الكائن اللي بيستريح ليه وبيمده باسباب الحياه ويحسه معاه بالامان و لاخره. يبقى المعنى بيجي بعد الاسم. احنا هنا هنحفظ اسماء بصوره صعبه شويه، لكن بعد ذلك هنعرف مدلول ومعنى هذه الاسماء، وبالنسبه لنا هتبقى اشياء محببه. ففي الاول احنا في مرحله التعب. النوع الثاني من التراكتس هو الديسندنج تراكتس.
تراكتس اللي هو الموتور تراكتس اللي شايل الموتور اوردرز، فبنقسمها لقسمين هي الاخرى بيراميدال تراكتس، وديت اسمها كورتيكو سباينال. جزء من الكورتيكو سباينال كان لاترال والجزء الاخر كان فيندرال. التراكت الثانيه اسمها من النوع الثاني اقصد من الديسندنت تراكتس هي الاكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال هتنقسم الى 6 انواع: روبرو سباينال، اوليفو سباينال، لاترال ريتيكولو سباينال، والميديال ريتيكولو سباينال، تيكتو سباينال، والفيستيبولو سباينال. هنبتدي ناخدهم تراكت تراكت. ناخد اولا الاسندنج تراكتس. زي ما احنا قلنا ان في عندي كونشيوس تراكتس، في شايله كونشيوس سنسيشن، واسندنج تراكتس شايله انكونشيوس سنسيشن. تعالوا نشوف موقعها من الهواية مطر قبل ما اتكلم على الباسوي بتاعها. موقعها من من الهواية مطر، الكولم ده لو انتوا فاكرين قلنا من شويه كان اسمه ايه؟ كان اسمه بوستيريور كولم او بوستيريور فانيكولاس او دورسال فانيكولاس، واحنا قلنا ده بيور سنسوري كولم، يعني التراكتس اللي ماشيه فيه سنسوري فقط، مفيش موتور ماشيه هنا. وده كان ماشي فيه الجراسيل والكونيات. الجراسيل تراكت كان موقعها ميديال، والكونيات تراكت كان موقعها لاترال. بالنسبه لي الفانيكولاس اللاترال كان ماشي فيه اللاترال سبينوسلاميك تراكت، وكان الفنترال سبينوسلاميك تراكت هي كانت لازقه في يعني متصله باللاترال، لكنها بتسحب شويه على الفنترال ايه؟ على الفنترال فانيكولاس. احنا قلنا الفنترال فانيكولاس ده كان معظمه ايه؟ كان معظمه موتور، وقلنا ممكن نجد فيه بعض من السنسوري تراكت، بعض من الاسندنج، فهنجد هنا اسندنج تراكت اللي هي الفنترال سبينوسلاميك هتمشي فين؟ في جزء من الفنترال فانيكولاس. اما اللاترال سبينوسلاميك تراكت فكانت ماشيه في مين؟ ماشيه في اللاترال فانيكولاس اوف ذا وايت ماتر. طيب طبعا ده موجود على ناحيتين، يعني التراكس مش موجوده هنا بس مش وناحيه ثانيه، لا موجوده في الناحيه ديت وموجوده في الناحيه الاخرى ايضا. طيب في عندي تراكس ثانيه، كان في عندي الدورسال والفنترال سبينوس ريبيلر. الدورسال سبينوس ريبيلر والدورسال والفنترال سبينوس ريبيلر الاثنين مع بعض كانوا موجودين في اللاترال فانيكولاس، بس الدورسال كانت في الباك والفنترال كانت ايه؟ كانت في الفرونت، والاثنين كانوا قاعدين قريبين من السيرفيس، سيرفيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا سباينال كورد. طيب بعد كده عندي سباينو تكتال تراكت، وكان في تراكت الاخرى اللي اسمها سباينو اوليفري تراكت. من الملاحظ ان الاثنين دول قاعدين مع بعض فين؟ واحده فنترال للثانيه، قاعدين بين الفنترال روت فنترال هورن، وقاعدين بين مخرج الفنترال روت اوف ذا سباينال نيرف. طب بالنسبه للديسندنج تراكتس، ديسندنج تراكتس احنا قلنا فيه بيراميدال واكسترا بيراميدال. البيراميدال اللي هي كورتيكو سباينال اللي بنقسمها الى لاترال كورتيكو سباينال وميديال كورتيكو سباينال او فنترال كورتيكو سباينال. تلاحظوا حاجه هنا ان اللاترال كورتيكو سباينال كانت قاعده لاترال لمين؟ قاعده لاترال للجري مطر، والفنترال او لاترال لل يعني قاعده لاترال للفنترال هورن، اما الميديال فقاعده ميديال لمين؟ الفنترال هورن اوف ذا جري مطر. طيب كانت في عند الريتيكولو سباينال، الريتيكولو سباينال ده اتنين، واحده لاترال وواحده ميديال. طب اللاترال قاعده لاترال اهي، طب الميديال او الميديال قاعده ميديال، ميديال ولاترال لمين؟ للفنترال هورن اوف ذا جري مطر. طيب في بعد كده الفيستيبولو سباينال، وايضا في لاترال وميديال، بس اللي تاخد بالكم شايفين اللاترال قاعده لاترال للميديال، والاثنين قاعدين فين؟ قاعدين في الفنترال فانيكولاس اوف ذا ايه؟ اوف ذا وايت ماتر. بعد كده عندي روبرو سباينال تراكت، واخر واحده تقابلنا اللي هي الاوليو التكتو سباينال تراكت. ادي كان ايه شكل مين للديسندنج تراكتس في الهوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد. في دايجرام اخر كان توزيعة التراكت، يلا نقول مع بعضنا كده نفس الرسمة اللي الرسمة اللي فاتت، رسمة يدوي، دي رسمة أنا جايبها جاهزة. تعالوا نشوف مع بعضنا كده، أدي عندي دي الهوايت، دي الجري مطر، أدي الجري مطر، أدي الفنترال هورن
وادي الدورسال هورن، وادي اللاترال هورن، ودي السنترال كانال، دي الهوايت مطر، بس ده البوستيريور كولم اللي هو الدورسال فانيكولاس، وده عندي اللاترال كولم اللي هو اللاترال فانيكولاس، وده عندي اللي هو الفنتر الانتيريور كولم او الفنترال فانيكولاس. مين اللي ماشي بناخدهم من ورا؟ واضح كده من ورا. الدورسال فانيكولاس يعني البوستيريور كولم يعني اسندنج تراكتس. فنجد عندي الميديال عندي هنا، ادي الميديال هي الجراسيل تراكت، واللاترال هي الكونييت تراكت. طيب نيجي نشوف بعد كده، ادي عند اللاترال سباينو سلاميك قاعده فين؟ قاعده في يعني واصله جايه من اللاترال فانيكولاس، وبالتاكيد ديت الايه متصله بهنا بمين؟ بالفنترال سباينو سلاميك تراكت اللي دخلت على مين؟ على الانتيريور كولم. تمام، في مين تاني من التراكتس؟ في عندي السباينو سيربيلر. انا احنا قلنا في واحده عندي فنترال سباينو سيربيلر، ودي من ورا الدورسال سباينو سيربيلر اللي كانت قاعده في اللاترال فانيكولوس بالقرب من السيرفيس اهي، يبقى دي الدورسال سباينو سيربيلر ودي الفنترال سباينو سيربيلر. هنا ادي السباينو وليفري تراكت، ودي كانت عندي بعد كده السباينو تكتال تراكت. تعالوا كده نشوف ديسيندنج تراكتس. ادي الريتيكولو سباينال تراكت. الريتيكولو سباينال تراكت ادي عندي فيه واحده ميديال وفي عندي واحده لاترال. ميديال ولاترال لمين؟ ميديال ولاترال للفنترال هورن. طيب في كمان عندي الفيستيبولو سباينال. الفيستيبولو سباينال واحده ميديال وواحده لاترال، بس ميديال ولاترال لمين؟ لبعضهم المره دي. وهنا عندي الروبرو سباينال، وعندي هنا التكتو سباينال. اخيرا هنجد عندي من الديسيندنج تراكتس لاترال كورتيكو سباينال، وفي عندي كمان الميديال كورتيكو سباينال.